أنا عايز أفكركم بحاجة يا شباب، إن سيدنا آدم لما أكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عن الأكل منها، وزوجه أكلت معه، أول عقوبة كانت على آدم على جنس البشر مطلقا إيه؟ التكشف، فبدت لهما سوءتهما. التكشف اللي النهاردة بيحصل فيه تفنن في اللبس الضيق واللبس العريان و و و دي اصلا كانت ايه؟ عقوبة. عشان خاطر كده انا عايز اقول لكل حد، بنت تحديدا مش لابسه حجاب شرعي سليم، اوعي تكوني فاكره نفسك انت بتعملي كده عشان خاطر انت في عافيه، ده انت الله جل في علاه زي ما بيقولوا كده السلف، الذنب بعد الذنب ايه؟ عقوبه الذنب. ان الواحد يعمل معصيه فلان الله عز وجل غضب عليه، فالله جل في علاه يضع له اختبار اخر. ليه؟ عشان يقع فيه غضبا منه. لو كان اقبل على الله عز وجل وارضى الله عز وجل لجعل الله عز وجل في طريقه من يذكره بالله عز وجل، فاذا ذكر الله ايه اللي حصل؟ تاب. انما لما يغضب ربنا لا، الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب. عشان كده في الحديث وان كان فيه ضعف قال ان الله اذا غضب على عبد رزقه حرام، واذا اشتد غضبه بارك له فيه. يجي يعصي ربنا سبحانه وتعالى وياخد مثلا وظيفة بالرشوة، يدخل الوظيفة بالرشوة وبعدين يدخل على معارك جوه الوظيفة، وان هو طلع لازم يأسفن في الناس ويضر الناس، وطلع لازم ياخد رشوة عشان خاطر الشغل يمشي، وطلع فيها لعب وسرقة. ده العقوبة على الذنب الأول. يجي واحد يعاكس بنت حلوة، حلوة ولا مش حلوة؟ وبعدين يقول لها ايه؟ تقول له نعم. لا ده انا كنت جاي نمرتها اهي، ده لسه حقيقة. ده هو يعني البنت ما شاء الله متجاوبة، يعني أداء عالي حقيقي. إيه اللي حصل؟ هو عمل الحرام، فاكر إن هو طلع كده طلع فقيك. لا أنت مش فقيك ولا حاجة، ده أنت رجليك عمالة تغرس في الذنب غضب من الله. ولو كان راض عنك لأشعرك بالألم الذي يوجب لك الخروج. عارف لما تاكل حاجة بايظة أول ما تدخلها على لسانك كده تمام، تقوم ايه؟ ايه ده؟ دي بايظه، وتقوم رايح متمضمض ما تبلعش حتى البقايا اللي ببقك. ليه؟ بايظه، توجع لي بطني. وكذلك الذنب، العبد الصادق لو اقترف ذنب اول ما يجي يعمله كده على طول يطفه، يستغفر ويشيل ايده منه ويروح يتمضمض ويستغفر ويتوب، فيقبل على الله عز وجل، فيقبله الله، بل ويبدل سيئاته حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.